بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هتكون المحاضرة الرابعة. المحاضرة الرابعة في مقر الرسم الهندسي، يعني بقى استكمال للمحاضرة اللي فاتت، يعني المحاضرة الثالثة اللي هو ابلايد جيومتري، ان احنا ازاي بنطبق الرسم الهندسي واشكال الرسم الهندسي. هنكمل مع بعض. احنا قلنا اتعلمنا في المحاضرة اللي فاتت ازاي نعمل الخطوط الافقية والخطوط الرأسية، وكمان الخطوط اللي هي مايلة بزوايا زي ما قلنا 15 و30 و45 و60 و75 و90. وكمان عرفنا مع بعض ازاي نرسم الشكل السداسي والخماسي، وكلمنا عن الشكل السداسي بطريقتين. قلنا ازاي نرسم بالشكل السداسي داخل دايره، وهنا قلنا ان الراديوس بتاع الدايره بتاعتنا دي بيساوي طول ضلع احد اضلاع الشكل السداسي. في الحالة الثانية بالنسبة للسداسي، ان احنا قلنا السداسي بقى اكبر شوية وبيمس الدايرة من بره. في الحالة دي معلومية عرفنا ازاي نرسم الشكل السداسي ده بمعلومية الراديوس او القطر او نص القطر بتاع الدايرة. والشكل الخماسي عرفنا ازاي نرسمه بمعلومية برضو نص القطر. اتعلمنا مع بعض ازاي نرسم الخطوط بتاعتنا ازاي بالزوايا المختلفة والاشكال كمان عرفناها. تعالوا نكمل مع بعض نشوف ازاي هنرسم الفيلت اندرام. الاول لازم نعرف يعني ايه الفيلت اندرام. الفيلت او الراوند، لو قلنا الاول الراوند زي ما احنا شايفين كده، هو الارك ده او القوس ده اللي بين خطين عموديين. نفس الكلام، هو الراوند هنا الارك اللي موجود ده، القوس ده بين خطين عموديين. طيب الفيلت هو نفس الكلام، بين خطين عموديين، وده الارك او القوس اللي موجود عندنا، ولكن ده داخل الرسمه بتاعتنا. يعني لو خدنا بالنا الراوند هيبقى خارج الرسمه بتاعتنا، من الخارج الرسمه بتاعتنا من الخارج. يبقى كده عرفنا الاول يعني ايه فيلت ويعني ايه راوند. هنشوف بقى ازاي بنرسمه، ازاي نرسم قوس بين خطين عموديين بشكل سليم. زي ما احنا شايفين قدامنا الشكل قدامنا هنا ده، انا محتاج ان انا ارسمه. فانا زي ما اتفقنا قلنا لو بصينا من الاتجاه ده هنلاحظ ان الشكل دوت هو بالظبط الكورنر ده اللي هنا، ده هو الكورنر ده. ولو مشيت بالشكل ده كده برضو همشي بالشكل ده كده. اذا هو الشكل اللي قدامنا ده هو الفرونت. لما بص من اتجاه هنا الفيجن او الفرونت زي ما بيقولوا، اقوم راسمها. طيب عاوزين نكمل مع بعض. احنا دلوقتي عاوزين نعرف ازاي نرسم الارك ده او القوس اللي موجود هنا اللي بين الخطين العموديين اللي هنا ده، وقلنا عليها الراوند. نفس الكلام عاوزين نعرف هنرسم ازاي الارك ده، فين المركز بتاع الارك ده، عشان فين المركز في الجزء ده هنا، عشان ابتدي احط سن البركل بتاعي وارسم الارك اللي يقابل الخطين العموديين دول. ونفس الكلام هنا، فين سن البركل، لان انا هلف كده، فين سن البرجة اللي احط هنا بالظبط، المقاس قد ايه، نص القطر الفتحة هفتحها قد ايه، عشان انا اعمل الارك ده او القوس ده. في البداية زي ما احنا متفقين، هو مديني الخطين العمودين هون اللي انا عاوز اعمل الارك هنا بقى او هنا، فهو هيديني الريديس او الار بتاعت الارك نفسه اللي هنا. اداني الريديوس هنا، انا ببتدي اطبق الريديوس على الخط بتاعي زي ما هو شايف كده هنا. بقوم عامل الار هنا بتاعي، وعامل هنا نقطه او خط كده عشان يبان على الرسم. كل دي خطوط خفيفه عشان دي خطوط عمل، مش هي الرسمه الاصليه، عشان الرسمه بتاعتك تطلع كويسه على قد ما تقدر، تبقى خفيفه تبقى شايف. الناحيه الثانيه برضه نفس الكلام، هيبتدي يعمل الار بتاعته هنا ويعمل الخط هنا خفيف. مجرد ما عمل الخطين دول بيبتدي بعد كده يرسم، يزود الطول.
طول الخطين دول عن طريق المثلثين زي ما انت شايف كده. طبعا زي ما اتعلمنا ازاي نعمل خط عمودي زي ما احنا شايفين قدامنا كده، بيبتدي يعمل خط برضو خط عمل عمودي زي ما احنا شايفين كده قدامنا، وهيعكس المثلثات بوضع مختلف عشان يعمل الخط العمودي التاني. الكلام ده كله محتاج تدريب من حضرتك عشان تعرف ساعة الرسم الحقيقة مش هياخد معاك وقت. بعد ما عملنا ده كده السنتر، عرفنا كده السنتر بتاع الارك بتاعنا اللي هو المفروض هيبقى من كده لان ده الخطين بتوعنا زي ما اتفقنا. طيب حط سن البرجة، شوف سنتر اوف ارك هنا الستارتنج بوينت، يعني انا البرجة بتاعي يبتدي من هنا وهروح هنا عشان اعمل الارك بتاعي، ودي الاندنج بوينت. وبالفعل هنا هو ابتدى بالبرجة اللي انت حضرتك هتعمل الخط ده اللي بيقابل الخط ده من هنا وبيقابل الخط ده من هنا. وبعد كده بتكمل الرسمة بتاعتك. يبقى انت كده عملت هنا ايا كان بقى ده راوند او فيلت، قدرت ترسم الراوند او الفيلت بتاعك بالريديوس اللي هو مديهولك بشكل سليم. عرفنا ازاي دلوقتي احنا بنعمل خط او قوس بين خطين عموديين. عاوزين بقى نعرف لو انا عندي بقى راوند او فيلت او قوس عاوز اعمله بين خطين زي ما احنا شايف كده الزاويه بينهم منفرجه اكبر من 90. وكمان هنعرف هنطبق الكلام ده على الزاويه لما يبقى خطين الزاويه بينهم اقل من 90، ازاي اعمل الارك ده او القوس اللي هو بيقابل الخطين دول. طبعا جيفن عندي الريديوس الار برضو عندي الريديوس بتاعنا ده موجود عندي. قلنا احنا عاوزين دلوقتي نعمل الارك او القوس اللي يوصل بين خطين الزاوية بينهم اكيوت اللي هي حادة. فازاي هنعمل احنا الارك ده؟ هنتعلم ازاي دلوقتي نعمل الارك او القوس اللي هو بيوصل بين الاثنين دول. هو مدينا جيفن داتا او المعطيات اللي هتجيلك في المسألة اللي هو الراديوس بتاع الارك نفسه ده هتبقى جيفن ليك. في البداية طبعا الخطين قدامنا اهو، بنبتدي نعمل الار بتاعنا من اي نقطة في الخط بتاعنا وبنعمل قوس كده، وبعدين بعمل موازي ليه، بعمل موازي للخط ده من القوس ده، يبقى اعمل موازي ليه كده بالخط ده. يبقى انا كده عملت موازي للخط ده زي ما احنا شايفين كده. وبعدين نفس الكلام بالنسبة للخط التاني، بعمل قوس بالراديوس اللي هو مدوني جيفن داتا، وبعدين بعمل موازي ليه زي ما احنا شايفين من اخر الخط اللي هو الراديوس عندنا، وبقوم عامل موازي ليه. بيتقاطعوا الاثنين خطين اللي هم خطوط العمل اللي قلنا بتبقى سين لاين بنقطه معينه، هي دي هتبقى الراديوس بتاع الارك بتاعنا. هينقصنا ان احنا نعرف هنبتدي منين، هنبتدي منين الارك بتاعنا او الراديوس وهننتهي فيه. طبعا المركز بتاعنا عرفناه، هنعمل عمودي على الخط دوت يقابل النقطه بتاعه المركز بتاعنا زي ما احنا شايفين كده، واعمل خط او نقطه تبين التلاقي الخط مع القوس زي ما احنا شايفين، ونفس الكلام في الجانب الثاني للخط الثاني. بعمل خط يتقاطع مع المركز بتاعنا والخط اللي موجود قدامنا دوت، وبعدين بعمل خط يبين النهايه بتاعه القوس بتاعي. كده انا عرفت المركز بتاعي وعرفت بدايه القوس ونهايته. بسهولة جدا اركز بالبرجر بتاعي هنا وبعدين اعمل القوس بتاعي زي ما احنا شايفين كده. هو ده بقى السنتر، هيقول لك ده السنتر، وتعمل القوس بتاعتك وتوصل بعد كده الرسمه بتاعتك الخطين بتوعك. انت كده قدرت ترسم الارك بشكل كويس واضح مع خطين الزاويه بينهم اقل من 90 او اقل من 90. تعالوا
بقى نشوف لو الزاوية بتاعتنا هتبقى أكبر من 90، ده هيبقى ريبورت حضرتك هتعمله أو تجرب مع نفسك كده إزاي هتعمل أرك زي ما احنا شايفين كده قدامنا اهو. هتعمل إزاي الأرك ده بين زاوية أكبر من 90. برضو بنفس الشكل بسرعة كده بنعمل موازي للخط دوت بالطول الراديوس بتاعنا، موازي للخط ده بيتقاطع في نقطة، النقطة دي هي هتبقى المركز بتاعنا تقريبا. بعد كده ببتدي أعمل خط عشان أعرف البداية فين والنهاية، بعمل عمودي يوصل بين الخط والنقطة، بين الخط ده والنقطة دي، ودي تبقى بداية الإيه الكيرف بتاعي زي ما شايفين متلاقيين مع بعض بشكل كامل والخط واضح قدامنا. يبقى أنا كده قدرت أعمل راديوس أو أرك بين خطين الزاوية بينهم منفتحة. ما زلنا بنكمل مع بعض دلوقتي الرسومات بتاعتنا او الابلاي جيومتري اللي غالبا هنقابلها في المسائل بتاعتنا. الحاله اللي قدامنا دي احنا عاوزين دلوقتي نرسم دايره تمس الدايرتين اللي عندنا دول مجازا بمولتي مصر، هما الدايره المفروض انها تمشي مع الخط، الدايره الجديد هيمشي مع الخط ده كده والمجازا بمولتي مصر مع الدايره الثانيه. ازاي بقى نرسم الدايره دي للجيفن داتا اللي هتبقى مديها لنا؟ الجيفن داتا اللي هتبقى مديهالنا هي هتبقى الراديوس بتاع التلاته دول بتاع التلات دواير هيدوهم لنا عشان نعرف احنا نرسم الدايره التالته اللي موجوده دي. تعالوا مع بعض نشوف الكلام ده ازاي. زي ما احنا شايفين كده اهو الشكل ده اللي احنا بنبقى عاوزينه في النهايه بالمنظر ده كده بالظبط. تعالوا نشوف مع بعض ازاي هنرسم احنا الارك دوت اللي هو بيبقى ماشي مع الخطين بتوع الدايرتين دول كده زي ما احنا شايفين. ده عشان برضو هنا ده مثال لو انا عاوز ارسم بقى الرسمه دي كده عشان احنا بنقول دلوقتي ان احنا بنطبق قواعد عشان لما نقابلها في المسائل نعرف نرسمها ونعرف القاعده دي ازاي نطبقها مع الرسمه اللي قدامنا عشان اعرف ارسم الرسم اللي قدامي دلوقتي. فزي ما شايفين رسمه زي دي كده دلوقتي انا عندي الدايره الكبيره دي وعندي الدايره دي هنا اهي، وعاوز ارسم القوس دوت اللي هو ماشي مع الدايرتين دول كده بالشكل اللي احنا شايفينه. طبعا عشان ارسم دي لازم قاعده، لازم اعرف احط البرجل بتاعي فين وهرسم القوس ازاي وفتحته قد ايه. هنشوف الكلام ده ازاي دلوقتي، بس انا عاوز اقول لك ان احنا دلوقتي بنعمل ابلاي جيومتري ازاي نرسم دايره تمس دايرتين من الخارج. ادي الدايرتين موجودين عندي هم اللي انا عاوز اعمل الدايره المماس ليهم. زي ما قلنا الريجيس ده عندي، الدايره دي عندي القطر نص القطر بتاعها موجود اهو ونص القطر هنا. بعمل ايه؟ انا عندي طبعا نص القطر اللي هو بتاع الدايره اللي هتمسهم الاثنين وهتمشي مع الخطين اللي هنا دول اللي هو ار. بجمع ار زائد ار واحد زي ما احنا شايفين كده واعمل قوس تاني او زي ما احنا شايفين كده بالمنظر ده كده قوس تاني. ونفس الكلام بالنسبه للدايره الثانيه ار 2 بقى طبعا زائد ار اللي هي عندنا برضو دي، واقوم عامل قوس هنا كده اللي هي القوسين طبعا هيتقاطعوا مع بعض في نقطه، هي دي طبعا هتبقى النقطه بتاعه المركز بتاعه الدايره الثالثه اللي هي بتمس الدايرتين الثانيين. طيب نكمل مع بعض كده فين بقى هيبقى بالظبط البدايه بتاعه التماس بتاعتهم. عرفنا السنتر بتاع الارك، ايوه عشان اعرف بقى بدايه التماس اللي هي المفروض هتبقى في النقطه دي ان انا هعمل هنا شرط زي ما هنشوف دلوقتي مع بعض بين المركز بتاع الدايره دي وبين السنتر اوف ذا ارك الجديد اللي احنا قلنا عليه. هو عامل بقى خط عشان هي دي هتبقى البدايه اللي هبتدي من عندها الارك الجديد بتاعي اللي هيوصل بين الدايرتين دول. نفس الكلام بالنسبه للدايره الثانيه، هو عامل هتبقى البدايه من هنا بتاعه الارك بتاعتي ونهايه الارك بتاعتي. واقوم بالبرجل بتاعي ورسم الارك بتاعي. طبعا بكمل الرسمه بتاعتي عشان برضو الدنيا تبقى واضحه بالنسبه لنا انه ماشيين مع بعض بالمنظر ده كده. احنا عرفنا ازاي نرسم دايره تمس دايرتين من مجازا، قلنا تمس الدايرتين من الخارج.
عاوزين نشوف بقى كمان لو هي من الداخل، ونشوف مسائل برضو على الكلام ده. من شوية دلوقتي أو السلايدز اللي فاتت، إزاي نرسم دايرة تمس دايرتين من الخارج. ونفتكر كويس إن إحنا كنا بنجمع آر واحد زائد أو الدايرة نفسها، قطر الدايرة مع الدايرة اللي هتمسهم الاتنين، وعملناها كان بنجمع آر زائد الآر. طيب في الحالة بتاعتنا بقى، لو أنا عاوز أرسم دايرة من الداخل، تمس دايرة من الداخل زي ما إحنا شايفين قدامنا كده، مش من الخارج، ادي دايره اهي قدامنا، وده الارك الكبير او الدايره الكبيره اللي بنرسمها وعاوزينها من الداخل. هنلاحظ ان احنا هنا السنتر بتاع الدايره الداخليه هنا بنطرح، يعني انا عشان احدد الارك ده انا هنا بطرح ار 2 اللي هي الدايره الكبيره ناقص ار 1 عشان احصل على السنتر ده. طبعا ار 2 اهي كلها اهي، بطرح منها الار 1 ده قدرت احصل على السنتر بتاع الدايره بتاعتي. يبقى هنا بطرح، وفي نفس الوقت لازم الاحظ ان السنتر نقطه التماس هنا ماشي مع السنتر بتاع الدايره دي، ماشي مع السنتر ده على خط واحد. طب عملت الدايره دي في اي مكان هنا برضو نفس الكلام، هيبقى مثلا التانجنت هنا مع السنتر بتاع الدايره بتاعتك، يمشي هيبقى خط مستقيم مع الثلاث نقط بتوعنا اللي هم الاثنين سنتر والتانجنت. انا عندي دلوقتي بتاعتي اللي انا عاوز اعملها، ان انا عندي دايره كبيره بتحتوي على الدايرتين دول. ازاي ارسم انا الدايره الكبيره؟ فين السنتر بتاعي اللي هيخليني ارسم الدايره اللي تحتوي على الدايرتين دول بشكل سليم؟ زي ما احنا شايفين اهو، الدايره الكبيره بتحتوي على الدايرتين، عكس ما قلنا من شويه كنا بنتكلم على دايره تمس الدايرتين دول من الخارج. لا، احنا دلوقتي الدايره كبيره والدايرتين جواها، يبقى هنا من الداخل زي ما احنا شايفين اهو، الارك اهو كبير او الدايره الكبيره المفروض كده. طب ارسم انا ازاي دي كده؟ ارسم انا ده فين السنتر بتاعي؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي. ده هنشوف في امثله، وهتقابل الامثله دي في الامتحانات بتاعتك، في الهوم وورك، في الكلاس وورك. عاوز انا ارسم الدايره دي كده، الارك ده ازاي ارسم دايره تمس او تمشي مع الخطين بتوع الدايرتين بتوعي، الدايرة دي كده والدايرة الكبيرة اللي هنا، ده اللي أنا عاوز أرسمه. فين بقى السنتر بتاعي؟ وإيه القواعد اللي أنا عندي اللي أنا هعملها عشان أرسم؟ إحنا خدنا قبلها من شوية عشان ما ننساش، من الخارج. دلوقتي بقى القوس من الخارج أهي زي دي كده بالظبط أهو، كانت كده خدناها من الخارج. بقى ده مثال أهو قدامنا، وهنقابله زي ما قلنا في الامتحانات، في الكويز، في الهوم وورك. نشوف بقى القواعد بتاعتنا اللي هنطبقها ازاي عشان نرسم الدايره دي. زي ما احنا شايفين انا عندي الدايرتين اهو، الجيفن داتا عندي دايما بيبقى عندي القطر ده موجود، والقطر ده موجود، والقطر كمان بتاع الدايره الكبيره بيبقى موجود عندي، اللي هو الدايره اللي هتحتوي على الدايرتين دول اللي هو انا عاوز ارسم ده. فعندي ار 1 وار 2 وار. بعمل ايه هنا؟ بطرح بقى. احنا افتكرنا سالفة كنا بنجمع، لا هنا بنطرح ار اللي هي دي، لان دي ار دي هتبقى كبيره طبعا، ناقص ار 1، واقوم عامل من السنتر هنا بتاع الدايره الاولانيه، بقوم عامل القوس الاولاني. نفس الكلام بعمله مع الدايره الثانيه، ار هتبقى دي ار كبيره طبعا، ناقص ار 2، واقوم عامل قوس ثاني زي ما احنا شايفين كده، ار ناقص ار 2. النقطه دي اكيد هي هتبقى السنتر بتاع الارك بتاع الجديد او بتاع الدايره الجديدة اللي بتمس الدايرتين دول او ماشيه مع خطين الدايرتين دول. اقوم حاطط البرجر بتاعي هنا، واحط الار بتاعي بمقدار ار، وابتدي ارسم ادي السنتر اوف زي ما قلت لك، ده السنتر بتاعي. في نقطه برضو مهمه ثانيه، انا هبتدي منين وهنتهي منين؟ زي ما قلنا دايما النقطه دي بتبقى ماشيه ثلاث خطوط مع بعض، زي ما اتفقنا قبل كده قلنا ان السنتر اوف ارك الدايره الجديده مع السنتر بتاع الدايره اللي قدامنا دي هيمس مع التانجنت او نقطه التماس، هيمشوا على خط واحد. فانا دلوقتي اقدر احدد نقطه التماس بتاعه الدايره الاولانيه، ونفس الكلام من الناحيه الثانيه اقدر احدد نقطه التماس بتاعه الدايره الثانيه، ماشيين على خط واحد. انا عندي السنتر ده وعندي السنتر ده، بسهوله جدا اقدر اعرف التانجنت هيبقى فين. هو معانا الخط كده كده بقى عندي البدايه
وعندي النهايه، وعندي بالبركل بتاعي بسن البركل بتاعي بحطه هنا، وفي الناحيه الثانيه طبعا الصوص بتاعي بقوم عامل الارك بتاعي او الدايره الكبيره بتاعتي بالظبط. تمام، ادي الار بتاعتنا اللي هي يعني جيفن اصلا نتاعنا. برضه عشان اكمل الرسمه بتاعتي المفروض ان انا بكمل الرسمه دي هنا، دي الار بتاع الدايره دي، وهنا برضه هكمل هنا برضه نفس الكلام الار بتاع الدايره. كده عرفنا نرسم دايره تمس دايرتين من الداخل، وقبلها من شويه لسه عارفين دلوقتي ازاي تمس دايره تمس دايرتين من الخارج. تعال بقى مع بعض نجرب بقى حاجه تانيه جديده، ان انا لو عندي دايرتين بالمنظر اللي احنا شايفينهم ده دلوقتي كده، وعاوز ارسم قوس يمشي مع الدايره دي كده ومع الدايره دي كمان كده. طب هنا مع الدايره دي هيبقى من الداخل، يبقى انا هطرح مش كده، ومع الدايره دي كده لو خدنا بالنا لو انا مشيت بالقوس ده نفس الكلام ده كده هيبقى مين؟ من الخارج، يبقى كده هجمع. طيب تعال نشوف الاول هنعمل ازاي الدايره دي من هنا، ازاي هعمل اول خط عمل بالنسبه لنا ان انا هعمل ار، ار دي تعتبر ار دي جيفن لنا قبل كده زي ما اتفقنا، بطرح منها الار واحد زي ما قلنا، واقوم عامل القوس اللي قدامنا ده كده. انا كده عاوز احدد السنتر اللي هعمل منه الارك ده. عملت دلوقتي الارك اللي قدامنا ده، طب فين بقى التاني؟ هنا اتفقنا ان هتبقى من الخارج، الخارج يبقى هجمع، يبقى هجمع ار 2 زائد الار اللي قدامنا دي، وابتدي من المركز هنا ابتدي اعمل قوس ده. تعال نشوف كده بالظبط كده اهو، من الار 2 زائد ار اللي جيفن قدامنا، طلعت المسافه دي كلها من هنا بالمركز بتاعي، بالمركز بتاعي وانت عامل القوس دوت، تقاطع القوسين مع بعض في نقطه، اكيد هو ده هيبقى المركز بتاع الارك بتاع الجديد اللي هو بيمس الدايره دي، الدايره دي من الداخل وبيمس الدايره دي من الخارج. احنا برضو لسه عاوزين نعرف الخطوط فين، فين خط البدايه هنا مع الدايره دي، وفين خط النهايه هنا مع الدايره دي. يبقى هعمل ايه؟ عرفت ان السنتر اهو دلوقتي، ابتدي اعمل اوصل السنتر، طبعا احنا المسطره بتاعتي السنتر بالسنتر، واقوم عامل هنا نقطه او داش عشان اعرف ان دي هتبقى بدايه الارك بتاعي الجديد اللي هو بيمس الدايره دي منين؟ الدايره دي من الداخل، دايره جوه الارك بتاعنا. تمام كده؟ طيب الناحيه الثانيه برضو الدايره الثانيه نفس الكلام، نوصل سي مع سي 2 ونعمل النقطه بتاعتنا اهو زي ما احنا شايفين هنا كده، وابتدى يعمل نهايه الارك بتاعنا. خلاص كده انا عندي البدايه هنا والنهايه هنا، ومعايا السنتر بالبركل بتاعي بقدر اوصل الاثنين ببعض، يبقى انا كده قدرت اعمل ارك يمس الدايرتين بتوعي، واحده منهم الدايره من الدايره هنا من الداخل زي ما احنا شايفين، وهنا من الخارج الارك اللي يمس الدايره دي من الخارج. شوف الكلام ده برضو، ادي الخط اللي احنا قلنا عليه او قوس اللي هو بيمس الدايرتين بتوعنا، ونكمل برضو الدايرتين بتوعنا عشان برضو هنا تبقى واضحه معانا الرسمه اللي موجوده. اذا انا لو جالي رسمه فيها الكلام ده، فيها ارك بيمس دايره من الخارج، يبقى عرفنا ان احنا بنجمع زي ما احنا شايفين كده بيمسها من الخارج. هنا الدايره جوه الارك بتاعنا يبقى من الداخل، قلنا ان احنا بنطرح. وعرفنا ازاي الخطوات العمل بتاعتنا عشان ما نقابل الكلام ده في المسائل بتاعتنا، وكان بقى كويز او هوم وورك او كلاس وورك. مع بعض لسه بنطبق مع بعض في حاجات الرسم الهندسي اللي ممكن نقابلها في الامتحان او في الكويز او في الكلاس وورك بتاعنا. المره دي هنطبق مع بعض ازاي الابلايد جيومتري بالنسبه لي إليبس، زي ما احنا شايفين كده كلمة إليبس فوق هنا يعني شكل بيضاوي طبعا،
الجيفن اللي موجود عندنا الداتا، عندنا الميجو هنا، الميجور اكسس وهنا الماينور اكسس، هنا اهو ده جيفن عندنا. اول خطوه عندنا احنا بنوصل زي ما احنا شايفين كده، بنبقى عارفين الاثنين اكسس بتوعنا ابعادهم قد ايه. بوصل زي ما احنا شايفين كده هنا الخط ده بالنقطه دي كده بالنقطه دي، يبقى عندي خط هنا، وبعدين بمد الخط ده الاكسس اللي هو الماينور هنا فوق كده زي ما احنا شايفين وتحت. بعد كده من النقطة هنا دي برسم زي ربع دايرة كده هنا اهو، واقوم عامل الارك ده بيمس طبعا الاكسس ده هنا وبيمس امتداد الاكسس ده هنا. بعد كده بقوم حمل البركل بتاعي واخد هنا السنتر بالنسبة للبركل بتاعي، واقوم عامل ارك بمقدار، عامل ارك من هنا كده بالبركل بتاعي، بقوم عامل ارك بالمقدار النص القطر ده، واقوم عامل ارك تاني زي ما احنا شايفين كده اهو، تقاطع مع الخط دوت هنا اهو في النقطة دي. تمام، بقت عندي هنا نقطتين، هنا النقطة دي والنقطة دي هنا اهو، ببتدي اعمل خطين اهو زي ما احنا شايفين كده ارك هنا مع المسافة دي، نفس البرجل بتاع نفس الفتحة، واقوم عامل هنا ارك صغير كده عشان يبقى سنتر ليا، وتحت نفس الكلام وانا براكز نفس البرجل عندي هنا، بقوم عامل الارك التاني بعكس البرجل بتاعي، بحطه هنا كده السن بتاعه والرصاص بتاع البرجل من الناحية التانية، بعمل الارك التاني. عملوا لي هنا نقطة وعملوا هنا نقطة تانية، اوصل نقطتين ببعض هيتقاطعوا مع امتداد الاكسس دوت هنا من تحت هنا في نقطة زي ما احنا شايفين. خدنا المسافة اللي موجودة هنا دي وهنا، من المسافة من هنا لهنا، وعملنا الجزء الثاني للدايرة بتاعتنا هنا، بقى عندي الطول ده يعني هو نفس الطول اللي هنا ده، وعملنا خط زي ما احنا شايفين كده. كل دي خطوط خفيفة جدا يا دوبك بس تبان ليك عشان تعرف ترسم، لان في الاخر انت عاوز ترسم الاليبس بس هو اللي هيبقى تقيل عليك. المهم ان احنا بنعمل الخط دوت هنا كده، وصلنا الخط ده وامتداده سنة كده زي ما احنا شايفين بامتداد، وبعدين بركز البركل بتاعي هنا برضه بعمل زي ما عملت الناحية دي من المسافة دي، بقوم بالبركل بتاعي بعمل الناحية التانية برضه ايه نفس الكلام اهو زي ما هو عامل. وبعدين بمد بقى النقطة دي بالنقطة دي، بوصل النقطة دي بالنقطة دي، وعلى امتدادها كده بعمل ايه خط تاني زي ما احنا شايفين كده، بزوده شوية هنا كده امتداد ليه، وبعدين بوصل النقطة دي بالنقطة دي وبرضه بمدها شوية كده، ونعرف ليه دلوقتي. وبعدين بالبركل بتاعي بقوم حاطط سن البركل هنا، وبعمل القوس الأول للإليبس عندنا زي ما احنا شايفين هنا كده اهو، البركل بتاعي بركز هنا ومعامل الاليبس. امتدادات دي هي اللي حددت لي الاول الارك بالنسبه للايه؟ للاليبس بتاعي. نفس الكلام في الناحيه الثانيه هنا، هبتدي اعمل احط البركل بتاعي هنا واعمل الارك الثاني. تمام كده؟ وهيفضل عندنا بقى ايه؟ ان انا اكمل ده واكمل ده كده نفس الكلام عشان ده اليبس. بسن البرجل بتاعي برضو بحطه هنا كده، وبعدين برسم ايه بسن البرجل بتاعي حطيته هنا، ورسمت الايه الضلع التالت او القوس التالت بالنسبه لي الاليبس. نفس الكلام بعكس او بحط سن البرجل بتاعي برضو في النقطه دي هنا، وببتدي ارسم الارك او القوس الاخير للاليبس بتاعي. بالشكل ده انا قدرت احصل على سمت الاليبس او الشكل البيضاوي بتاعي بالمعطيات اللي كان مديهاني اللي هي الميجور اند ماينور اكسس. طبعا الكلام ده كله وانا بشرحه بياخد وقت، لكن حضرتك لو اتدربت عليه مره هياخد وقت برضه بسيط معاك، هيقل الوقت لو عملت مره ثانيه وثالثه لحد ما يبقى العمليه مش تاخد وقت معاك كتير، مش هتكمل دقيقه او دقيقتين. الكلام اللي احنا بنقول ده كله اللي خد ممكن يكون حوالي 5 دقائق،
هتعملها اول مره برضه في 5 دقائق او اكتر كمان، وبعدين يقل معاك لحد ما ممكن في دقيقه او دقيقه ونص حتى تكون عملت الايه الايرفس بتاعك. فقلنا رسم هندسي هو التدريب، واحنا كده عرفنا او شفنا غالبا جميع الحاجات اللي هنحتاجها او غالبيه الحاجات اللي هنحتاجها في الرسمه معانا من خطوط لاشكال هندسيه بالنسبه لنا.